بعد أن اتضحت الأمور في بيت الاتحادية الجزائرية للكاراتيدو برحيل الرئيس السابق وتعيين شريف بحرين، عاد الأمل للممارسين لهذه الرياضة القتالية، أين تم تنظيم تربص بمدينة باريكا نظمه نادي الشباب الرياضي الباريكي، استقطب العشرة من مختلف الولايات وأطلق عليه اسم تربص لم شملة. احنا قمنا بهذا التربص اللي راح يكون تقليد يعني من تقاليد تاع باريكا في رياضة الكاراتي، يعني من قبل المؤلفين نديروا تربصات ذات مستوى عالي. احنا لازم نطموا كامل لمصلحة ولادنا اللي مورانا، فهمت؟ وكل المشاكل اللي راهم غير على جال المصلحة الشخصية، لازم نخدموا المصلحة العامة للجزائر، للجزائر وابناء الجزائر. اليوم درنا هذا التربص المفتوح يعني لجميع الفئات، وكذلك فتحناه يعني الحضور المشاركة للجميع، وإن شاء الله احنا راح نديروها تقليد، يعود كل شهر أو شهر ونصف نديروا تربص من هذا الحجم. عيب وعار، شوف إيكيب كيما باريكا عندها الإمكانية تخدم الفيدراسيون، ما نعطوا الفيدراسيون الباريكا وخلاص، احنا تهدينا من الأمر هذا. الهدف منه هو بناء قاعدة شبانية لتسمح للنهوض بالرياضة، والنهوض يعني كما قال يخلفوا الأبطال اللي راهم حاليا. احنا في باريكا اللي راهو ناجح حاليا وراهو هاز روس اهل باريكا وفي باريكا وبلديه باريكا والدائره تاع باريكا، راني نشوف في فريق الكاراتي، وحنا نقولوا له رانا معاك دائما في السراء ولا في الضراء. التربص الذي اشرف عليه الخبيرين عجال عبد القادر درجه ثامنه وزبير حاشي درجه خامسه كان فرصه للكثيرين من اجل تنميه قدراتهم. حاجه مليحه بزاف بزاف اللي داروها اسمو كلوب باريكا، حاجه يعني مبادره كما نقولوا مليحه، والاستضافة كانت في المستوى، وهذه مبادرة راهي ناجحة ونتمنى إن شاء الله تزيد تكرر. جاء مدربان خبراء واستفدنا، أضافوا لنا معلومات جديدة لم نكن نعرفها من قبل. ونشكر خبراء رياضة الكاراتيه خاصة الشيخ عبد القادر والشيخ زبير لأننا استفدنا. إذن تبقى الآمال معلقة على الطاقم الإداري الجديد لإخراج هذا الفن القتالي من النفق المظلم، ورسالة من مدينة باريكا ومن أعين هؤلاء تقول: يمرض الكاراتي الجزائري ولا يموت.